لقيت مقال كتير مهم على فوربس وحبيت أشاركه معاكم، وفوق كل هذا جبت لكم سكاي لأنكم مشتقتوا لها الفيديو السابق. مالك إيش فيه؟ تعال. وكمان بشكركم كتير إنكم أعطتوني 1000 لايك على الفيديو اللي نزلته قبل يومين، شكراً كتير لكم. بتمنى إنه نوصل هذا الفيديو كمان لأكثر من 1000 لايك، لأنه هذا بيساعد إنه الفيديو ينتشر والقناة تكبر، وما بقدر أسوي هيك إلا بمساعدتكم. انا اسمي ايهاب، هي اسمها سكاي. اذا كانت هي اول مره لكم بالقناه فبتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس. هلا خلونا نبدا فيديو اليوم. سلام. زي ما بيحكي عنوان الفيديو، اكثر من 156 رجل اقتصاد من اكثر من 12 جامعه بعثوا رساله لصناع القرار بيحكوا لهم فيها عن اهميه انهم لازم ينزلوا شيكات تحفيز اقتصاد مستمره للعوائل، وبيحكوا فيها لازم تستخدموا كل الادوات اللي معاكم عشان تتلاشوا الضرر اللي ممكن يجي على الناس وعلى الاقتصاد، ومن ضمنها شيكات تحفيز للاقتصاد تتكرر بشكل دوري عبال ما الأزمة تنتهي. على فكرة هذا الكلام مش جديد، أنا تكلمت قبل هيك عن نفس الموضوع، أعضاء كتير من الكونغرس تكلموا بنفس الموضوع كمان، وفي الشيوخ منهم مثلا تيم راين، روخانا، بيرني ساندرز، كاميلا هاريس، وأندرو يانغ، كلهم تكلموا إنهم بدهم يعطوا شيكات تحفيز اقتصاد مستمرة للناس، وحتى رشيدة طليب. لكن الفرق بين السياسيين وبين رجال الاقتصاد إنه السياسة لما يسوي إشي زي هيك الناس بصيروا يحكوا إنه أكيد في شيء مرتب له، هو بده يعطي الناس فلوس عشان بده يكسب مكاسب سياسية. لما يجي رجل اقتصاد يحكي أنا بأيد إنكم تعطوا الناس فلوس، هيك الناس بيرتاح بالهم أكتر، لأنه السياسي أكيد في لعبة بده يلعبها. أنا عن نفسي مش فارق، يعطيني فلوس ويلعب زي ما بده، وقت الانتخابات أنا بختار بدي إياه. لكن أجندة رجال الاقتصاد دائما واضحة، هي إنقاذ الاقتصاد. السياسيين يمكن. المهم الكلام الحكوك التالي، بيحكوا إنه لازم يكون في شيكات تحفيز اقتصاد تنزل للناس بشكل دوري، تمديد وتحسين معونة البطالة للناس اللي خسروا شغلهم بسبب كورونا، مساعدات كبيرة للولايات وللحكومات المحلية، مساعدات أكبر للفود ستامبس وزيادة الفوائد فيها، مساعدات كبيرة في حضانات الأطفال وتقديم الدعم المالي وأكثر لإلهم. وعلى فكرة لو تشوفوا هاي الطلبات هي نفسها الموجودة بهيروز أكت، لكن هيروز أكت حكوا شيك واحد. وضع البلد هلأ مش متحمل، كثير ناس خسروا شغلهم ووصلوا حتى أرقام تاريخية في البطالة، وكثير من الأمريكان حوالين الدولة هلأ قاعدين يتأذوا بسبب الأزمة، فهذا شيء واضح والكل شايفه. أكثر من 17.6 مليون أمريكي خسروا وظائفهم، وبيحكي لك حتى بعد ما الأزمة تروح ممكن هالوظائف ما ترجع، يعني هاي الوظائف اتبخرت. فالكل بيتمنى شيك تحفيز اقتصاد جديد ينزل زي ما مكتوب في هيروز أكت وزي ما أخذنا في كيرز أكت. الرسالة ما احتوت على أرقام، تركوا الخيار لأصحاب القرار أنهم هم يقرروا كم الرقم لازم يحطوه، يعني تركوا الباب مفتوح. لكن حكوا التالي، شيكات تحفيز الاقتصاد اللي هتنزل راح تساعد في دفع الاستهلاك، وبالتالي بتساعد في تعافي الاقتصاد، وغير هيك راح تقلل وتقصر مدة الركود الاقتصادي اللي احنا بنعيشه هلأ. على فكرة صناع القرار بيعرفوا فوائد شيك تحفيز الاقتصاد، وبيعرفوا انه كيف بيفيد الاقتصاد والبلد والناس والشعب والاستهلاك وكل شيء، هم هذا عارفينه. لكن المشكلة في الموضوع انه المبلغ مكلف، يعني لما تيجي تحكي مثلا زي كيرز اكت الشيكات كلفت 300 مليار، لكن هم هلا بيتكلموا عن الخطة الجديدة ممكن تكون 1.3 تريليون، لما تاخذ منها 300 مليار حيضل 1 تريليون، شو حيضل للولايات، شو حيضل للفحص كورونا، شو حيضل لمساعدة الشركات، يعني الكل عارف انه مفيد لكن السعر غالي، ما بعرف اذا حدا مستعد يدفع هيك مبلغ. مثلا لو بدنا نمشي على كلام ميتش ماكونيل وانه اللي حياخذ الشيك حيكون راتبه مثلا اقل من 40000 دولار وكثير ناس حيتأدوا، ففرضا اذا هذا الشيء صار حقيقه بتمنى من الناس يعرفوا لمين ينتخبوا في الانتخابات في شهر نوفمبر الجاي. انا ما بشجع حد يكون ضد حزب او شيء زي هيك، لا، الاحزاب كلهم بتنافسوا عشان يوم الانتخابات، فاللي بيسوي كويس بيستاهل انه ياخذ الصوت، ما بيسوي كويس خلص جود لك نيكست تايم. على العموم احنا محتاجين تقريبا اسبوع عشان نعرف اخبار الشكل الجديد وتفاصيل اكتر عنه. عبال ما هذا الشيء يصير بتمنى منكم تعطوني لايك اذا عجبكم الفيديو، واذا ما عجبكم الفيديو اعطوني ديسلايك، هيك بعرف اني انا مقصر، وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي انا والحج سكاي. تحياتي للجميع، سلام.